أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. في هذه الحلقة ستشاهدون العديد من مقاطع الفيديو المدهشة والرائعة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. هل لديك الشجاعة الكافية لتناول الفطور في هذا المقهى؟ هذا ما يحصل حين تقلل من قدرات التمساح. نتساءل كيف يتم احتساب النقاط في هذه اللعبة؟ إذا كنت ترى عملك خطيراً، فشاهد تدريبات رجال الإطفاء. بمقدور هذا السد أن يغرق المدينة في غضون دقائق. القوارب ليست مخصصة للسباحة فقط. هل لديكم فكرة عما تنقله هذه الشاحنة؟ يبدو أن أكوامان ليس شخصية خيالية. من الصعب تفسير ما تفعله هذه الحشرات. هكذا تقوم الأفاعي بتسلق الأشجار. تنبعث الغازات بقوة من تلك الحفرة. الأولوية هنا لمن يجيد القيادة أفضل من الآخرين. مهما تطورت طائرات الدرون، فإن الأفضلية تبقى للنسور. هذا القرص البلاستيكي اللين قادر على تقطيع الكثير من الأشياء. نجح أحد المصورين في تصوير هذا المشهد الذي تلتقي فيه الأمواج بالحمم البركانية في هاواي. إنه مشهد رائع حقا. من الممتع مشاهدة هذه البالونات وهي تنفجر.
تبدو الانهيارات الثلجية في أيسلندا جميلة جدا. ربما تكون هذه أفضل طريقة لممارسة القفز المظلي. هذه القاطرة مخصصة لإزاحة الثلوج عن سكة القطار. من الجيد أن القوارب كانت بعيدة بما يكفي. والآن ترون كيف تضع أنثى الحلزون بيوضها. خطأ واحد ويذهب القطار في الاتجاه الخطأ. سترغبون بزيارة هذه المنطقة الجميلة. بعض الطائرات ليست بحاجة للهبوط إلى الأرض من أجل التزود بالوقود.
انهار نصف الجبل فجأة. لم تتوقع الفتاة ذلك. خدمت هذه الحافلات البشر لفترة طويلة جدا، والآن حان الوقت لتستريح. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.